شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول ليلة القدر، أول ظاهرة تلفت أنظارنا في موضوع ليلة القدر هذه الهالة من الإبهام التي نلاحظها في ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ هل هي الليلة التاسعة عشرة من هذا الشهر المبارك؟ احتمال. هل هي الليلة الواحدة والعشرين من هذا الشهر؟ ليلة الواحد والعشرين. احتمال. هل هي ليلة الثالث والعشرين من هذا الشهر؟ احتمال. احتمالات متعددة، وهنالك إبهام يحيط بهذه الليلة. حول هذه الظاهرة، ظاهرة الإبهام، هنالك ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الإبهام إذا تعلق بعمل خير فإنه في واقعه توسيع لنطاق ذلك العمل. إذا كان هنالك وضوح في عمل الخير، يعني كانت هنالك نقطة محددة نضع يدنا عليها ونقول إنها هي هذه النقطة. عمل الخير في هذه الحالة سوف يقتصر على تلك النقطة. أما إذا كان هنالك إبهام، كان هنالك نوع من الغموض، وضوح من وجه وغموض من وجه آخر، هذا معناه في النتيجة أن نطاق الخير قد اتسع. بدل أن يقتصر على نقطة واحدة توزع في نقاط متعددة. هذه الظاهرة لا نجدها فقط في ليلة القدر، وإنما نجدها
في نقاط مختلفة. هنالك ظاهرة عندنا في الدين، ظاهرة الإخفاء. شنو معنى هذه الظاهرة؟ معناها إن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في طاعته. أية طاعة هي التي ترضي الله عنا؟ أنا كمؤمن شنو هدفي في الحياة؟ حقيقة هدف المؤمن، منتهى ما يطمح إليه المؤمن، أن يرضي عنه الله سبحانه وتعالى. ولكن أين يكمن الرضا الإلهي؟ لا نعلم. إن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في طاعته. أنت لا تعلم أن النقطة التي ترضي الله عنك ما هي. هل هي هذه الصلاة؟ لا أعلم. هل هو الصوم؟ لا أعلم. هل هو الإنفاق؟ لا أعلم. هل العطف على هرة تنزوي في أصول الجدار في ليلة شاتية، يأتي ذلك الرجل ويرق قلبه على هذه الهرة فيأخذها ويدثرها تحت معطفه؟ الله سبحانه وتعالى حسب هذه الرواية رضي عن هذا الشخص لهذا العمل. الله سبحانه وتعالى إذن أخفى رضاه في طاعته. لماذا؟ حتى نستكثر من الطاعة. الله سبحانه وتعالى أخفى سخطه في معصيته. نعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى مرة يجد العبد على معصية فيقول له كما ورد في الحديث: لن أغفر لك أبدا. تحترق أوراق هذا الرجل. نحن لا نعلم أية نقطة هي التي تسبب السخط الإلهي العظيم علينا، ولذلك يجب أن نجتنب عن كل شر. الله سبحانه وتعالى أخفى أولياءه في عباده لكي لا نحقر أحداً من عباد الله. الله سبحانه وتعالى أخفى الاسم الأعظم في أسمائه الحسنى. ما هو الاسم الأعظم بين هذه الأسماء الحسنى التي نقرأها في هذه الليالي في دعاء جوشن وبقية الأدعية؟ أخفى الاسم الأعظم لكي تعظم كل أسمائه الحسنى. وأخفى الموت في ساعات العمر. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ لا نعلم. ذلك الرجل قال: أتوب إلى الرحمن من سنتين. وهل تعلم أجلك حتى تموت إلى الرحمن من سنتين؟ الموت مبهم. لماذا؟ لكي نعمل الخير في كل ساعات حياتنا. إذا أنا أعلم أموت بعد 50 عام، قبل موتي بيوم واحد أتوب إلى الرحمن. ولكن عندما يكون الموت مبهماً يجب أن أترقب الموت في كل لحظة. كانوا يأتون إلى الأئمة
صلوات الله وسلامه عليهم، ويسألون منهم ما هي ليلة القدر، ليلة 21، ليلة 23. الإمام صلوات الله عليه كما في الرواية يجيب: ما أهون ليلتين فيما تطلب. ما كانوا يجيبون، ما كانوا يعينون لكي نستكثر من الخير في هذه الليالي المباركة. هذه ملاحظة، أن الإبهام في ليلة القدر توسيع لنطاق العمل الطيب. الملاحظة الثانية ترتبط بالسير التكاملي لنا نحن البشر. مسيرتنا التكاملية ليست دفعية، ماكو هنالك انقلاب عادة في المسيرة التكاملية، أكو هنالك حركة نفسانية تدريجية نحو الكمال. إحنا في هذا الشهر في ضيافة الله سبحانه وتعالى، الإنسان من بداية هذا الشهر بدأ هذه المسيرة التكاملية. إحنا الذين كنا قد أوغلنا في الماديات، إحنا طوال 11 شهر كنا أسرى المادة، الإنسان من الصبح إلى الليل في فكر المادة. ابتداء من هذا الشهر يرتفع من الحالة الحيوانية إلى حالة تشبه حالة الملائكة. صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه في مكان من كتاب الصوم يقول: إذا لم يكن في الصوم إلا الارتفاع من مستوى الحيوانية إلى مستوى التشبه بالملائكة لكفاه فضلاً وفخراً. الملائكة يأكلون لا، نحن أيضاً بداية من هذا الشهر امتنعنا عن الطعام. الملائكة يشربون لا، الملائكة يتزوجون لا، الملائكة بعيدون عن هذه العوارض المادية، بعيدون عن هذه المادة، وبعيدون عن عوارض المادة. في هذا الشهر الإنسان بدأ رحلة التشبه بهم، انتقل من هذا العالم المادي إلى ذلك العالم العلوي. هذه مسيرة. في ليلة 19 ترتفع النفس بهذه الأدعية وبهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة أخرى من مراتب الكمال النفساني. في ليلة 21 النفس ترتفع إلى حد ما فوق ما حصلت عليه، كل هذا ليكون تمهيداً إلى ليلة 23. طبعاً ليس هنالك قطع، ماكو هنالك يقين، ما يتمكن واحد يقول هذه ليلة القدر، ولكن الشيء الذي يظهر من كثير من الروايات أن الاحتمال الأقوى
أن تكون ليلة القدر ليلة 23. نحن خلفنا وراءنا ليلة 19 وليلة 21، ولكن الاحتمال الأقوى أن المرحلة الأهم ليلة 23، فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني الصحة والمرض تقدر في ليلة القدر. إن تلاحظوا بعض سنوات حياتنا تجدون سنوات طيبة عشناها في خير، في رفاه، في سعادة، ما كانت هنالك مشاكل، وبعض السنوات مشحونة بالمشاكل، مشحونة بالخلافات، مشحون بالألم. هذه كلها تقدر في ليلة القدر. الصحة والمرض تقدر في ليلة القدر. الحياة والموت تقدر في ليلة القدر. الخير والشر وكل شيء يقدر في هذه الليلة. ذلك الرجل الجهني المعروف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما وحشما، أنا ما أتمكن أحضر في كل ليلة في مسجدك، أنا خارج المدينة، فعيل لي ليلة واحدة أحضر فيها مسجدك. النبي صلى الله عليه وآله سارح، يعني همس في أذنه كلمات، ولم يفهم أحد من الحاضرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله للجهني. الجهني ذهب والناس ينتظرون ما هو العمل الذي يعمله الجهني. في تلك السنة رأوا أن الجهني جاء إلى المدينة ومعه أولاده وعائلته وأطفاله وخدمه وحشمه في ليلة 23، وفي كل سنة كان يأتي إلى المدينة في هذه الليلة. هذه إحدى الروايات التي يرجح بعض العلماء أن تكون ليلة القدر ليلة 23. الإنسان يجب أن يلاحظ في ليلة 23 وصل إلى ذلك المستوى أو لم يصل. الفيض الإلهي، التقدير الإلهي لا يقدر إلا في نفوس قابلة. إذا واحد ما تمكن في هذه الليالي أن يصل إلى مستوى تلقي الفيض الإلهي، الفيض الإلهي لا يعطى لكل شخص، يجب أن يحاول من الآن إلى ليلة 23 أن يصل إلى هذا المستوى، وإلا إذا هذه النفس ما إلها قابلية، هذه النفس ملوثة بالمعاصي والآثام، هذه النفس غير جديرة بتلقي الفيض الإلهي. الإنسان يأتي في ليلة 23 وعينه ملوثة بالنظر إلى الحرام، وأذنه ملوثة بسماع الحرام، لسانه ملوث بالغيبة والتهمة والنميمة، قلبه ملوث بالكبر والحسد والحقد وما أشبه من هذه الصفات السيئة، ملابسه ملابس مشبوهة
البيت الذي يسكنه بيت مشبوح يتقلب في الحرام. في رواية في موضوع آخر يذكرها صاحب اللمعة في كتاب الحج رحمة الله عليه، يقول: ينظر في حرام، يمشي في حرام، ينام في حرام، يبرك في حرام. هذا الإنسان اللي أحاط به الحرام من كل جانب، هل يؤهل لتلقي الفيض الإلهي في هذه الليلة؟ الملائكة عندما تنزل بالتقديرات في هذه الليلة على إمامنا وولينا وصاحبنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بالتقدير هذا الرجل الذي يحيط به الحرام، لاحظ التعبير القرآني: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الخطيئة محيطة به والعياذ بالله من كل جانب. ما هي التقديرات التي تنزل لمثل هذا الشخص؟ لم يبق أمامنا إلا قليل لليلة 23. الإنسان في هذه اللحظة يستمد العون من الله سبحانه وتعالى لكي يطهر نفسه تطهيرا كليا. إذا يتعلق به حق من حقوق الله عليه قضاء صلوات، قضاء صيام، ما أشبه ذلك من هذه الحقوق، الآن يطهر نفسه. وإذا عليه حق من حقوق الناس، الآن يطهر نفسه. حتى الإنسان عندما يدخل هذه الليلة المباركة يدخلها طاهرا مطهرا، ويكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة هنالك وسائل عندنا إلى الله سبحانه وتعالى. نقرأ في الدعاء: إلهي إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك، فإني أتوسل إليك بمحمد وأهل بيته الطاهرين. نتوسل بهؤلاء في هذه الليلة. التوبة إلى الله من جانب، والتوسل بهذه الصفوة من جانب ثاني، تؤهلنا إن شاء الله لتلقي ذلك الفيض وللوصول إلى ذلك المستوى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كل شيء تحبه لنفسك ولأهلك ولعائلتك ولأمتك للمسلمين كافة، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل البيت ليستجيب الله سبحانه وتعالى لك في هذه الليلة. أتلو عليكم هذه الرواية: سلمان ينقل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا عبادي، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم. إذا عندك حاجة إلى رجل، حاجة كبيرة، ماذا تعمل؟ تذهب بشفيع إلى ذلك الرجل.
أحب شخص إلى ذلك الرجل تتخذه شفيعا عنده لكي يقضي حاجتك. ألا فاعلموا، يقول الله، إن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد. وأخوه علي صلوات الله وسلامه عليه. ومن بعدهم من الأئمة الذين هم الوسائل إلي، فليدعني من همته حاجة أو دهته داهية بمحمد وآله. وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من يستشفعون بأحب الخلق عليه. لاحظ هذه التتمة. فقال بعض المنافقين لسلمان: يا أبا عبد الله، كان يكنى بأبو عبد الله أي كنيا سلمان، فما لك لا تقترح على الله بهم؟ إذا لهم هذا المقام عند الله، لماذا لا تقترح على الله بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ أطلب من الله تعالى أن تكون أغنى أهل المدينة بهم وبسببهم. لاحظ هذا الجواب الذي يعبر عن تلك الرؤية العميقة لسلمان. قال سلمان: إني طلبت منه ما هو أجل من ملك الدنيا بأسرها، أفضل مو من الكرة الأرضية، الكرة الأرضية شيء متواضع محدود، الدنيا بأسرها، هذا الفضاء اللامتناهي الذي لا يعلم العلماء مداه بأدق أجهزتهم. شنو ذلك الشيء؟ سألته بهم بأهل البيت أن يهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا، وقد أجابني. لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن صابر وقد أجابني. السيد الوالد ينقل هذه القضية، يقول: كان هنالك أحد علمائنا، حقيقة من علمائنا الذين جهلنا قدرهم كعادة كثيرين، الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل حقيقة خدم أهل البيت خدمة قل أن يكون لها نظير، فهنيئا له. الوالد حفظه الله كان يقول: أنا كنت أشوفه في الليل، الكل كانوا ينامون من الصبح إلى الليل، تعب في عمله، وعندما كان الناس كلهم ينامون في الليل كان يسهر ويكتب كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لا تشوف هذا كتاب، هذا جهد عظيم وراء كل كلمة من هذا الكتاب. يقول: سألت الشيخ: هل رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ رأيت؟
رؤية الإمام الحجة صلوات الله عليه مو فقط مطلوبة لذاتها، مطلوبة لذاتها أولاً، ومطلوبة لأنها تدل على كمال نفس هذا الإنسان. مو كل واحد يشوف الإمام الحجة صلوات الله عليه. أنت شفت الإمام الحجة؟ فأطرق برأسه الشيخ أبو زرق، لحظات أخذ يفكر، قال أنه شخص أعرف أنه الإمام الحجة له، عندما أراه أعرف أنه هو الإمام له، ولكن رأيت شخصا خارقا للعادة، لعله هو الإمام الحجة، ولعله شخص من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه. يقول في أيام شبابي أصابني مرض عضال جدا شديد، راجعت الأطباء في كربلاء، في النجف، في بغداد، في إيران، في كل مكان، ولم أجد علاجاً لذلك المرض، وهذا المرض كان مرضاً قاتلاً. أنا تعبت من نفسي، والكل تعبوا مني، حتى زوجة الإنسان إذا امتد مرض الإنسان زوجتهم تتعب منه، أولادهم يتعبون منه، نعوذ بالله من أن يصبح الإنسان أسير الفراش وأسير الآخرين. هذا يقدر في هذه الليلة، في هذه الليلة، في ليلة القدر، أقصد ليلة القدر، تقدر كل هذه الأمور. كنت متعب مرهق، تعبت من الحياة، فتوسلت بالإمام الحجة المنتظر. لأنه هو ولينا وهو صاحبنا. لاحظ ليالي القدر، التقدير، ثلاث ليالي، ليلتان ترتبطان بعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة ليلة ضربته، وليلة ليلة وفاته، والليلة الثالثة والعشرين كما يظهر من كثير من الروايات ترتبط بالإمام الحجة. التقدير مرتبط بهم صلوات الله عليهم. توسلت به إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا وانقطعت إلى الله. في يوم من الأيام كنت جالس في البيت في مكان ولا أحد هنالك، والباب كان مفتوحا، رأيت شخصا يدخل في هذا المكان. جاء الشخص وسلم علي وقال لي: عبد المحسن، اسم الشيخ أبو زرق عبد المحسن، عبد المحسن. قلت: نعم. قال لي: شبيك؟ يقول: قلت كما ترى أنا مصاب بهذا المرض وأي علاج ماكو. فقال لي: مو مهم، أخرج حفنة نبات، نبات شايفي هذه القطعات البلورية المعروفة، قطعات من النبات أعطاني وقال لي: كل واحدة من هذه النباتات. ثم خرج. يقول: أنا ما متوجه، ما ملتفت، أخذت قطعة صغيرة من النبات ووضعتها في فمي، بمجرد ما وضعتها في فمي أحسست بحالي تتغير. نعم، بكلمة واحدة: خزائن الله بين الكاف والنون.
وهؤلاء أوعية مشية الله سبحانه وتعالى. الله بكلمة يغير ويمحو اسم الإنسان من ديوان الأشقياء ويسجله في ديوان السعداء. أحسست بالقوة، قمت من مكاني، كانت أمامي مرآة، وجهي كان مصفر متغير على أثر طول المرض، نظرت في المرآة وإذا وجهي قد عاد إلى حالته الأولى، تبدل. ركضت برا، ماكو أحد. أسأل كل شخص يمر من هنالك الدكاكين الموجودة، هل رأيتم شخصا يدخل ويخرج؟ يقولون لا، ما شفنا شخص، ماكو هنالك شخص. وبقيت هذه القطعات، قطعات النبات عندي، كل واحد من عائلتنا كان يتمرض كنت أعطيه قطعة من هذا النبات فكان يشفى بإذن الله. أحد الشباب هنا، وأختم بذلك الموضوع، أحد الشباب المتدينين في يوم من الأيام في الصحراء ومعه جماعة، ينفرد عن هذه الجماعة ويظل عنهم، يمشي على غير هدى، وإذا بالسيارة تصل إلى منطقة رملية وتغوص في الرمال، تغوص. يقول أنا أخذت أدوس على البنزين، كلما أدوس السيارة أكثر تنغرس في الرمال. الوقت قريب المغرب، يقول أخذت أتلفت يمنى ويسرى، ماكو أثر، ورأيت آثار أقدام الذئاب. إنسان وحده في الصحراء وهنالك أقدام الذئاب، شوف أي حالة تصيب هذا الإنسان. يقول امتلكني رعب عجيب، رفعت رجلي عن البنزين، رعب، وحش. الآن يحل الظلام وتأتي الذهاب. يقول فجأة توصل ذهني إلى صاحبنا وولينا والحجة علينا في هذا الوقت، فناديت من أعماق قلبي يا أبا صالح أدركني. يقول بمجرد ما قلت هذه الكلمة وإذا بالسيارة تنهض من الرمال وتمشي إلى الأمام. يقول مشت، مشت إلى الأمام وأنا غير متوجه ما الذي يحدث. مشت ومشت، عدت إلى نفسي، شفت أن رجلي ليست على البنزين، السيارة تتحرك بقوة غيبية. وبعد لحظات رأيت أصدقاءنا، أنجاه الله سبحانه وتعالى، ربما من موت محقق ببركة التوسل بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة، أقصد في ليلة 23، كلما عندك توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم. إذا لم تتوسل، إذا لم يطلب الفقير من صاحب البيت شيئاً، فما هو ذنب صاحب البيت؟ في هذه الليلة، في ليلة 23 التي تصادف هذه الليلة أو تصادف ليلة غد، ما أهون ليلتين فيما تطلب، يجب أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم، أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة، وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.